ان ملعب المباراه اكتر هيتعرف عليه مع حضراتكم، وده من واقع المعلومات يعني عنه. هو ملعب الاول بارك تم افتتاحه تحديدا في 7 مايو، ده كان 2015، وكان يعرف سابقا باسم ملعب جامعه الملك سعود، وبرده اطلق عليه اسم مرسول بارك. اول مباراه استضاف هذا الملعب كانت بين نادي الهلال السعودي والعين الاماراتي، وكان ضمن دور المجموعات من دوري ابطال اسيا، ده كان تحديدا في 2018. طيب اتساعه حضراتكم شايفين دلوقتي في الصور بيتسع لاستضافة 25,000 متفرج، يعني الساعة الكاملة اللي احنا بنتكلم عنها، بيحتوي على 34 بوابة للجماهير والبيع التذاكر. وسبق برضو ان هو استضاف نهائي دوري ابطال اسيا 2019، وكان بيستضيف مباريات الهلال سابقا، ده من 2018 لغاية 2020 لو انا مش غلطانة، وحاليا برضو هو الملعب الرسمي لفريق النصر، ده هيكون لغاية 2030. ويعني دي كانت ابرز المعلومات حبيت برضو اطلع حضراتكم انا والاعداد عليها. بالتوفيق يوم الجمعة إن شاء الله، وزي كنت بقول مباراة هتكون 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية. طيب هل في إصابة؟